يا عشاء الليل السهرانين، السهرانين يا أناديل الليل بنضوي لمين، بنضوي لمين يا عشاء الليل السهرانين. انتوا ما فيكن البلا، لا انت يا سلمى ولا انت يا فارس. لكان ليش هيك عم يصير معنا؟ حكي راح بيصير معنا اكثر من 10 سنين متزوجين. بعرف بعرف. في بتمك حكي؟ اي والله يا بنتي، اي والله، بس ما بعرف شلون بدي لكم اياها. قول حكيم، قول شو عندك على حب النبي؟ الكتب بتقول يا فارس انه جنية العشاء سكنت ارض الشام قبل ما يسكنوها البشر، وظلت تستنى 1000 سنة لتعمر البلد. ولما عمرت بنت لحالها بيت تحت كل زقاق وحارة من حارات الشام، وبنت قصرها تحت دروب العشاء وهدتكن نورها. بس تركتكن وراحت، ولهالسبب لهلا ما شفتوا الضنا. طيب وين راحت حكي؟ راحت لحتى تعمر البيوت اللي هدها الكره، وكل ما عمرت بيت بينهد بيت تاني. يعني ما سكنت بقصرها؟ ما بترجع لقصرها لتخلص حربها، وما يصفي بيت بالشام بيسكنوا الكره. ساعتها بتصفى القلوب وبتنور الشام كلها، وبترجع هي بتسكن بقصرها. وعندها يا فارس بتخلص عذاباتكم وبتنالوا مراتكم. يا ابني أديب، الشام زعلانة زعلانة كتير، ما عاد نسمعت ضحكتها مثل الأول. من شو زعلانة يا عمي أبو زهير؟ والله زعلانة منا كلنا، زعلانة من الأخ اللي ما عاد فكر بأخوه، ومن الأخت اللي ما عادت مدت إيدها لأختها، ومن الصاحب اللي ما عاد فكر بصاحبه.
زعلانة من قلة المحبة. والله ما عاد في محبة يا ديب. ليش بس أنا اللي لازم أحس بالعالم وواحد يحس فيني يا عمي أبو زهير؟ قل لي ليش؟ لأنك لك ابني كبير، والكبير بيمرق، والكبير ما بيتغير إذا لعب القرش بإيده وبينسى الخبز والملح وبيشتح توبه. عم يخنقني هالتوب عمي أبو زهير، عم يخنقني، ماني طايق وما حبيته وما بدك يعني اشلحه؟ لا لا ابني، اوعها اوعى تشلحه، اغسله ونظفه ورقع الهريان اللي فيه وحط قماش جديد محل الهري، بس اوعى تشلحه لانه اللي بيشلح توبه بيسقع، مو بس بيسقع وبيموت هذا كمان اذا ما موت كل شيء حلو حواليه. الحكي ما بينسمع، كل مرة بدي عقل قلبي بهالقصة، شو طالعك بالليالي؟ سلامة قلبك أنت، ما تعتلي همي أبداً، ما بتلاقيني إلا واصلة، المهم إنك تجهزي حالك لليلة. وعبد الهادي؟ شو بو سيء الذكر؟ بركي كان لاطي لك هون ولا هون؟ ما تعتلي هم، الله الحامي. هيك لكان كيف سقطني منقوع جلسة الطيب؟ اي نعم يا باشا، وهي من عادتها مقصوفة الرقبة وبتعملها مع الكل. منشان ما حدا يقرب عليها، ما هي؟ اي نعم لكان. بسيطة، حسابها معي عسير. ايه وشو عملت كمان؟ هذا يا باشا جنودنا اللي اختفوا لهلا ما وصلنا عنهم خبر. أم أنا شو عطيت أهل الشاهور مهلة، يا أما بيرجعوا لنا جنودنا يا أما بيقولوا لنا من هو سلطان الليل، وزدت الخفار بكل حارة وكل زقاق. ووحياة مقامك يا باشا، ما رح يهدى لي بال لحتى أعرف من هو هذا الملعون. إيه وشو نبي تعمل إذا ما قروا مين هو؟ ساعتها يا باشا اللي بتأمر في جنابك أنا حاضر، نفذه على الفور. هزة يا جميز هزة، تفاح الشم حلو حلو إلو لزة، مل علي وش وشني، كلامه حلو حلو، كلامه حلو حلو، كلامه حلو 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 إلو لزة، جاب لي الألماس لبسني وعلى عنقي راش رشني، نط علي بوسني، لقيته حلو حلو، لقيته حلو حلو، لقيته حلو 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 إلو لزة. لك إن شاء الله بيقبرني أنا. عجبتك تقبرني؟ لك إيه شو عجبتيني؟ أكلتيلي شقفة من أعلي. شو شقفة؟ أكلتيلي أعلي كله. يقبرني اللي بيناغشني وبيدللني. لك أنا اللي يقبشني. صحة تقبرني صحة. على قلبك. في لبن؟ في. منيحة عربية الديب، شو ما انشغلنا عليها سد الرمى، مو هيك فرحان؟ لك شو انشغلنا عليها؟ نعمة كريم
لك والله انا ماني عارف شو بشتغل يا جماعه. هلا عمي ابعادي عن حق انت بتغير كارك. ايش كان هالشيء بيخلي ست البنات تعزى خانهم ترضى تتجوزني؟ بغير كاري وابو كاري كمان. ايش كان شايف خجاتي تاجر ست البنات؟ معناها عشقان على الاخر. لك والله يا نغم عشقان وعشق قديم. ايه معناها مشان عشقك عملي اللي بدك اياه يا ابو علي. وايش كان لزوم تغير جلدك كرمال تكسب محبوبتك؟ اوعى تصير. تعرف لك نغم ما حدا حاسس فيه غيرك. لا وانا حاسس فيه. ايه ايه وانا كمان. ما شاء الله كلكم صرتوا حبيبه هلا. ايه عمي كلنا حبيبي. صحيح ما عندنا نسوان نحبها بس بكفي من حب بعض. بهي معك حق والله. سرحان؟ ايه انت بتحبني؟ ولك في حدا ما بيحب عيونه؟ ولك انت عيوني ونظري. ولك ربي ما يحرمني هالمقادير. لك انت رجلي، في حدا ما بحب رجلي؟ صعبه هي صعبه صعبه. ولك دخيل عيونك انت وياه. لك عم بقول لك هو قال لي والله هو قال لي. لك حاجتك بقى، ديب بده يخاف؟ ايه ديب بده يخاف، وكل حدا عنده شيء بخاف منه. ايه مو صحيح، ليك نهي انا ما في شيء بالدنيا بخوفني. فخري حارتنا ضيقة ومنعرف بعض، إيه انت إذا مر من جنبك الطوباشي ركبك بتعمل هيك. لك ايه صح، هدول كل العالم بتخاف منه. يعني مو بس أنا. شفت شلون؟ شفت إنه كل حدا عنده شيء بخاف منه؟ شرب شاي. بهي مشان اللي خلقك احكي لي فهميني. هذا اللي عم تحكيه مزبوط ولا عم تخاتلي علي؟ يو ابن عمي ليش بدي خاتل عليك؟ مثل ما قلت لك اجت ام ممدوح خانم هي والست فتحيه خانم وطلبوها للبنت. شي يا لطيف على هالحكي اذا صحيح. لك والله شغله ما بتفوت بالعقل. لك ام ممدوح كبير عليها. كبير ولا مو كبير؟ اه لا يمكن مو كبير عليها. لك اي والله كبير. ايه كل ليلة تقبرني رح أعمل لك أختها لهالليلة وغني لك ورقص لك وفرفش لك كل حياتك. لا فتحية بخاف تتعبي من هالشغلة كل ليلة. لا أيوه تقبرني شو أتعب ما أتعب تعبك راحة بس بدك تعطيني كلمة رجال منك. وشو هالكلمة بدك يعني أعطيك إياها؟ بدك توعدني يوم اللي بتجي فيه على البيت ما بتطلع منه لتاني يوم. ما بقدر لك فتحية ما بقدر. ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ بتعب أنا لك فتحية بتعب. أبطأ من قعدة البيت. إيه والله أنا اللي رح أطق. إن شاء الله صحة وهنا تقبرني. على قلبك فتحية على قلبك. أبو حمدو كأنك عم تنساني بحلق الألماس. شو يعني بدك أمك تزعل بأبرق الله يرحمها؟ لا شو تزعل ما تزعل. لا خلاص إن شاء الله صارت قريبة قريبة كتير إن شاء الله. إيه ها إن شاء الله يا رب. صحة وهنا تقبرني. اخ يا ربي دخيلك مصاريني عم تتقطع. سلامتك يا مو سلامة قلبك. طولي بالك يا ام احمد شبنا طولي بالك الله يرضى عليك. ايش لم يطولي بالي ابن عمي كثير موجوع انا كثير. كل مره شوية برد بيكونوا يعني اخذت لي شوية برد. لا مو برد لا مو برد كثير موجوع انا. موجوعة يا مو ما هيك؟ كثير. حطي حمى عليك. قومي قومي حمليها طاسة خليها تحط على بطنها بركي انه بيخف الوجع. ما بيخف الوجع ما بيخف. لا بيخف الوجع بيخف بيخف الوجع. خلينا نجرب يا عمو خلينا نجرب مو خسران. قومي جيبي خاص الله يرضى عليكي. يا ربي يا ربي يا والله ومشي عليك الملعوب يا ابو احمد. لك عوض شفت لي صاحبك ام ممدوح شلون سكت ودنب وطلع من بيته بعد ما مرته عيشه حكت اللي عندها؟ اي شو بده يقول لها يا كراكوز؟ المخلوقه محروق قلبها من قله الخلفه وعم تفكر مزبوط. بدك تضغري لك عباس؟ ايه هات لشوف. مو بس هي اللي محروق قلبها وكمان ابو ممدوح شايط قلبه من زمان. ايه انا اللي بعرف وكل هاي الايام ما تجوز عليها لانه بحبها وما بده يكسر قلبها لو شو ما كان. يا الله لا يكسر لا قلبه ولا قلبها. آمين يا رب. ما قصرتي بنوب يا عيشة تاريكي مانك قليلة بنوب.
إيه شو بدي أعمل؟ لازم فكر ببكرة وباللي جاي. ما تأخذيني، نحن كبرنا وختيرنا وكل ماله العمر عم يهرب من بين إيدينا. نوري على قامة هالعمر عم يركض ركض، بس بتعرفي أنت حالتك أحسن من حالتي. لا ولد ولا تلد يحن علي. اسكتي اسكتي، أنت اللي معصلجة وما بدك تتجوزي. ليكو أبو عادل لهلأ عم يستناكي وبده ياكي. يو بدك يعني اتجوز بياتة ماري كعال؟ لك مو أحسن ما تصفي لحالك وساعتها خليهم يفيدوك الخوانم اللي خايفة يحكوا عليكي. يا بهي الطاسة. قولي بالك، قولي بالك. هي الطاسة يا بهي. حطيها على المنقلبة. سلامتك يا مو. سلامة قلبك توبريني، سلامة قلبك. بعت لي حمى عليكي. شربت سرعتك توبريني بصرينا. والله الحق معك، والله الوجع مو سهل. لا والله مو سهل منه. لا مو سهل يا ربي. يا ربي تخليك. بعت لي حمى. حمى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الشغل اليوم. شو اللي لي هي؟ شو بدي طول بالي؟ والله ما في الوجع، ما في حمل بنوك. والله الحق معك، الوجع مو سهل بنوك، مو هيك يا أبي؟ انك عايش. شلونك حكيم؟ فارس شلونك انت؟ انا منيح. مغم هالطريق وبخوف كمان. بتخافي وانا معي؟ بخاف من ولادي الحرام، ما بتعرف منين بيطلعوا لك، وبخاف عليك وبخاف على حالي. اوعى تخافي انت ومعي. بتعرفي ليه؟ ليه؟ لانه بفديك بعمري وبموت كرمالك. بعيد الشر عن قلبك، اوعى تقول هيك. زهير ما رح يفهم وجعي لا هو ولا غيره. شو إذا الله بعت لي كب ذهبة لازم وزعون على العالم أنا؟ لا وإذا ما أعطيت حدا بصير مالي منيح كمان. بنتي قبل هالمرة. لك ايه دخلك ومين بده يطلب بنتك وعلى شو؟ على حساب النسا ولا على علة اللي الشام كلها بتعرفها؟ والله كتر خيرك يا ابو ممدوح، واحد مريش مثله بيطلع له ياخذ اللي احسن من بنتي بكتير. يا ابي ليلى. موري ابي، أمك عم تقلي إنه اليوم خطبوكي. والله الظاهر إلى الخاطر بهالجواز لك رسلان.
صحيح يا بيليلا؟ صحيح لك خاطر بهجوازي؟ الخاطر إلك وبالرأي والشور شورك يا بي. ليش أبو أحمد شبو؟ والله على سلامته أبو أحمد. والله في منه الزلمة. أوه بيا. آخر مرة. بعده عني. مين بده يبلش شباب؟ أنا راح بلش. ضرب واحد ما في غيره. هدول الرجال بيكونوا عم يقتلونه شي كلب. ابن ناقص سيدي. ايه يا اخي قاسم هات لنشوف شو هي القصة. القصة كتير صغيرة. وانتي معي لا تخافي. بعد ما ارتحت لي كم يوم قصدت الشام وصلت دمر العصريات. قلت يا ولد كمل برجلة تقيلة مشان توصل والعين نايمة. وشحني صرت عندك. زين ما عملت والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حكيم. راح اقوم احط لك لقمة تاكلها. قبل اللقمة والاكل والشرب. تفضل حكيم. طمني. سلمى شلونها؟ اطمن. سلمى منيحة. منيحة. عن إذنك يا أبو. هذا اللي طالبه منك حضرة البكباشي. حصتك عندي بالحفظ والصوم. هلا بحياة من طعمك هالشوارب بوشها. أبوك أبو أحمد بعتوك ولا أنت جيت لعندي من شورى؟ لا يا طيب هي ما حبيتها منك منوب. أنا شوري من أعلي. لا بدخله ولا أبو أحمد له بهالقصة. بس حبوا يشاركوني يا ميت أهلا وسهلا. حاكم أنا لازم لي شريك. بس بدي هالقصة تكون محصورة فيني أنا. أنا وبس يلي بكمش السوق. قصدك أنا وياك يلي رح نكمشه. قسام أنا شاركتك أخي. أنا شريك بالسكر والتتو وإلك من هالشوارب أحلى فرمانين بمنع التجارة فيهم. معناتها سمعنا الفاتحة نية التيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك استعين. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك وينهم عيطلة هلا ما شربنا شاي؟ لك عجبا ولا مرة بناديله وبيرد. لك معين ما بقدر فوت معك. بدي روح تاوي الصوباشية قبل ما حدا يشوفه. روح ورجع لعندي. رح كون ناطرتك.
الحب ينسب للإنسان والله بنسبة ليس يدري علمنا به الحب ذوق ولا تدرى حقيقته أليس ذا عجب والله والله لوازم الحب صاير معك؟ ليش هيك مخطوف لونك ومصفرة؟ قلبي يا كوكب قلبي خير إن شاء الله شبو قلبي؟ قلبي اللي انخطف يعني إجاكم خبر إني ميت؟ لك أهن وعملنا لك عزا بعيدنا عنك المسكيني سلمى بيكون كسر قلبها من الخبرية يلا رجعتك بالسلامة بتجبر القلوب المكسورة شلون يا حكي؟ شلون وكل الناس بتعرف انه انا زلمي ميت؟ هلا هاي كلمة شلون ترك لي اياها على جنب كل شيء له حل الا الموت وهلا انت عايش والحي دايما له خلاص بيتلاله خلاص تفضل كلك الأمة تفضل عمي تفضل لاما وين راح الصباشية؟ مين سحبهم من هون؟ بيقولوا لما الله بيحب حدا بضل عم بيحرسه وبوقت الشدة بيبعت له ملاك من عنده يخلصه من ايدين الشر هل ابن الحرام عبد الهادي ما هيك؟ لا مش عبد الهادي ولي على قامتي منك فهميني بقى شو صار معك؟ ربنا بعت لي ملاك يخلصني يا كوكب يخلصك من شو؟ فهميني؟ من الشر عم بقلك من الشر ما قلت لك الله الحامي لك شو عليه لك رسلا ما بيجوز يكون رب العالمين بعت لك اب ممدوح لتاخذ منه الذهبات وتقلب فيهم حالك وحياتك. خمس ذهبات. نقد بنتي ليلى خمس ذهبات. وإنهم بيجهزوا كل شيء. شبه نقيب. نطفتي قلبي. احكي لي شو صار معك وخلصيني. بعدين تعي لهون. مين هذا يلي خطف قلبك بالسقايق المعتمة؟ سلطان سلطان الليل شو قلتي؟ سلطان الليل؟ ايه سلطان الليل
هلي عيونه ليش ما بدك يعني يروح معكم؟ ولا بس الشغلة اللي فيها بلا جبتني؟ لك ليش الشغلة اللي رايحين نساويها ما فيها بلا؟ كل البلا هنيك. أخي أنا قبلان وبدي روح معكم شي. بس زعيم قال إنك ما تروح معنا. هو علينا بدي روح يعني بدي روح وراح آخذ بارودة من سلاح ولادين حرام اللي عم نقبرهم وبس نخلص بترجع البارودة مع السلاح للزعيم. لك رياض إذا رحت هاي إذا رحت ما فيك تضرب ولا ضرب. وليش بقى؟ لك لا أنا ولا أنت فينا نضرب. نحن بنحمل البوريد المدكوكة وبنعطيه لمحمد السبع. هو بيضرب ونحن بندك. الزعيم بده يبين للكركون إنه زلمة واحد هو اللي عم يهاجم. ومين هذا الزلمة بقى؟ هذا الزلمة اللي قتل الصوباشية اللي هلا حضرتك عم تدفنون. سلطان الليل عمي، سلطان الليل. أم ممدوح يا عيون أم ممدوح ليش عملت هيك يا بنت الحلال؟ بدك ياني يتبهدل بكبرتي؟ ما عشت ولا كنت تقبرني وما عاش ولا كان كل مين بده يجيب معدلك بكلمة. بكرة أهل الحارة بيعيروني وبيقولوا أبو ممدوح تجوز بنت أصغر من بناته. لا تقبرني، رح يقولوا أبو ممدوح تجوز مشان يجي أولاد لأنه أم ممدوح ما جابت له أولاد. ومين اللي قال إنه العيب منك؟ يمكن يكون العيب مني أنا. ساعتها بصيروا نادولي بالحارة أبو ممدوح المتوق، يعني اللي مو نفعان لنافعة. تقبرني لا تحكي هيك، ما حدا حيجيب معدلك. رح يقولوا أبو ممدوح معدل وتجوز مو محبة بالنسوان ولا مشان الكيف، تجوز مشان يجي أولاد ومشان يكون في وحدة تساعده وتعينه هو ومرته بكبرتهم. بعدين لا تنسى كل الناس بيعرفوا بسيرتك المعطرة والممسكة. إيما السيرة من بالك منو بنو بتقبرني إيما. يعني هيك قلتك؟ إيه. وإذا الله راد وافقوا الجماعة البنت من هون لجمعتين بتكون عنا على خيرة الله. تصبح على خير. انت من اهل طلع الصبي انكح من ابوه. لا ومشاركه لابوه كمان. انو فنار هذا سكر والتتن هو الشغل الحقيقي. والله لم عملي لا لم عملي لحتى تخلص العملي. هي هي وما حدا بإذن الله رح يدرى شو ساويت. وأحلى فلتانة سي. جاب لي وجاب لي يا ماما جاب لي حلق الألمس ريتو يلبق لي. يا الله لوين ابن عمي؟ بدي يلحق أبو اسماعيل عكل هلا بكون عم بستعوني. يا الله يا الله معك. الله يسامحك يا أبو حمدو. هيك بتتركني وبتروح عند العكر تبعك.
بنتك الله يعدمني اياكي ويريحني منك يا ايف، وقتها برتاح منه لهالعكر. مين؟ انا ديب زعيب. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. زعيم صارت مع مني شغله لزحلان الاعل وحده بوحده، ماني عارفان شو اعمل. قصدك من شان يلي صار بالخرابه؟ شلون عرفت زعيم؟ اطمن ولا تشغل فكرك. جماعتي هن يلي سحبوهن. قلنا لحالنا انه ما بدنا نغلبك كل مره. روح هلا ارتاح من شان تفيق قبل الصبح وتقصد الكريم. وما بترجع الا بدية اول صوباشية قتلتن. شو فهمت سلطان؟ امرك زعيم، امرك. توكل. اتكلنا على الله.